تعالوا نروح للموضوع اللي شغل الرأي العام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، وهو الشاب الدنماركي اللي تمكن من تسلق الهرم هو وصديقته وتصوير مشاهد خارجة. وزارة الداخلية بذلت جهد كبير في التحقيقات علشان توصل المتهمين اللي ساعدوا المصور الدنماركي في الصعود للهرم. وزارة الداخلية ألقت القبض على جمال بيعمل بالمنطقة الأثرية بالهرم وفتاة اتهموهم بمساعدة سائح دنماركي الجنسية في التسلل إلى المنطقة الأثرية ليلا وتسلق الهرم الأكبر وتصوير مشاهد فاضحة، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقع، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية وتحديد صاحب مقطع الفيديو، ويدعى اندرياس هيفيد أندرسين دنماركية الجنسية من مواليد 85، وهو مصور فوتوغرافي وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضي وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، حيث قام السائح بتسلق الهرم الأكبر عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة الدنماركية الجنسية جوزفين سارة بالس مواليد 98، وصلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر وغادرت بتاريخ 30 نوفمبر، وتمكن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم. وأسفر جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى بيعمل جمال في المنطقة الأثرية في مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات مساء يوم 29 من نوفمبر الماضي مقابل حصوله على 4000 جنيه بالتنسيق مع فتاة تدعى هند، تعرفت على السائحين الدنماركيين من خلال شبكة الإنترنت وتم إحالتهم للنيابة العامة. تعالوا نشوف مع بعض اعترافات المتهمين في مساعدة المصور الدنماركي وصديقته وتسهيل عملية صعود الهرم. تعالوا نشوف اعترافاتهم ونرجع معكم مرة ثانية. أنا هند علي إبراهيم، بكالوريوس علوم. أول يوم قابلت فيه أندرياس الدنماركي كان يوم 19 نوفمبر. اتقابلنا في كافيه في وسط البلد، إحنا كنا جروب اتعرفنا على بعض من خلال موقع التواصل الاجتماعي كاوتش سيرفينج. كاوتش سيرفينج باختصار هو أبليكيشن بيبقى فيه السياح اللي بيجوا مصر، يا إما المصريين بيستقبلوهم أو بيقابلوهم عشان يعرفوهم على المعالم السياحية في البلد. في اليوم دوت أندرياس شرح لنا كلنا قد ايه ان هو عايز يطلع الهرم وان ده حلم الطفولة بالنسبة له، يعني من هو صغير ان هو نفسه فعلا يطلع الهرم. في يوم 28/11 قابلت أندرياس الدنماركي وجوزيفين الدنماركية برضو الجيرل فريند بتاعته، اتقابلنا في منطقة أبو الهول. كانوا كلموني عشان اقابلهم وهناك وراني صورة واحد وقال لي احنا عايزين نوصل للراجل دوت، وفعلا في اليوم ده سألنا عليه في المنطقة هناك وقدرنا نوصل له. هو عم موسى. عم موسى اتفق مع أندرياس ان هو هيطلعوا الهرم في مقابل 1400 دولار وبس، بشرط ان هو يكلمه الصبح عشان يظبط له الدنيا. تاني يوم أندرياس ما كلموش ولا حاجة، بس كلموني الساعة 7:30 بالليل، قالوا لي احنا عند الهرم تعلمنا. وبالفعل انا رحت لهم وهناك قالوا لي كلمنا عم موسى، وفعلا انا كلمت عم موسى وهو جاي عشان خاطر يطلعوا من الهرم، فهو خدهم وانا مشيت. تاني يوم عم موسى كلمني الصبح وقال لي ان هو طلعوا من الهرم، وعرفت منه ان هو طلعهم في مقابل 4000 جنيه. أنا اسمي موسى عمر موسى منزل السمان، عمري 55 سنة، وظيفتي في منطقة الأهرامات جمال. يوم 28/11 قابلت ست اسمها هند مع 2 دنماركيين، اتكلموا معايا على أساس إن هم عاوزين يطلعوا الأهرام الكبير، وقلت لهم ممنوع، فعشان أمنحهم وأقول لهم ممنوع قلت لهم 1400 دولار، فقالوا ده كتير، فقلت لهم عندي حل تاني، ممكن بالنهار أطلعكم بالجمال او بالحصان بالنهار واسيبكم جوه المنطقه وانتوا تصرفوا زي ما انتوا عاوزين. فاتفقت معاهم على اساس ان هم يجوني الساعه 10، ما حدش جاني. الساعه 8 بالليل اتصلوا بيا بتليفون يجوني عند المحل نطلع ما نطلعش، قلت لهم ما ينفعش وكلام من ده. فالام في الاخر اتفقت معاهم على اساس ان انا اخد منهم 4000 جنيه واوديهم من منطقه اللي هي تراب المسلمين البوابة اللي هناك. لما رحت هناك ما لقيتش موظف الآثار، الراجل عطاني 4000 جنيه، نط الباب هو والست وأنا مشيت وهما مشوا.